معتقلين، شنو نجمو نقولو؟ ناس في حبس، ناس معناتها مسلوبة الحرية، مسلوبة الإرادة. تعرف في الحبس راك ما تحكم في شيء، حتى دبشك اللي تلبسه ماكش انت تختاره، الماكلة اللي تاكلها مش انت تختارها، تقوم وقت اللي هما يحبوا، ترقد وقت اللي هما يحبوا، كل أشياء اللي تعملها هي كونترولي، يعني صفر حرية. وضعية السجون الكلنا نعرفوها، ماهيش وضعية جديدة. السجن كيف وكيف أي مؤسسة عمومية تونسية، كي تمشي للسبيطار ما تلقاش سكانير وما تلقاش طبيب. افهم زيادة في السجن كيفاش الظروف وكيفاش البنية التحتية وكيفاش معناتها الناس قاعدة تعيش. المعتقلين السياسيين أغلبهم على الأقل اللي نعرفهم أين صامدين وثابتين وما نجموا كانشي معتزين بنضالاتهم، على خاطر هما لا سرقوا لا خطفوا لا عملوا معناتها جرائم، وإنما هي خصومة سياسية، اختلاف سياسي وصل إلى معناتها أنه الاستبداد يتحكم اليوم في مفاتيح السجون، يحط هذا يخرج هذا. بالتالي شفنا مثلا بعض الوضعيات اللي هما عندهم أمراض أو غيرها، يعني شفنا معناتها ممارسات غير لائقة، أنه في منحهم من حق الدفاع أن يزورهم وغيره. اليوم السجن هذا مشقة، السجن هذا سلاح في يد الاستبداد.